احكي يا دكتور انت بقالك كام سنه دكتور قلب؟ بقالي كام سنه دكتور قلب من 2003 من 2003 يعني 19 سنه 19 سنه؟ 18 سنه ايه الجديد؟ جديد كتير قوي، جديد ايه جديد كمان في حال العيانين؟ يعني ايه الجديد في الشريحه العمريه؟ اشكرك دي 2003 لما كنا بنشوف مريض قلب جاي بجلطه قلب او ازمه قلبيه عنده 30 40 كنا بنحكي البعض عليه اطلع اتفرج على عيان اللي جا له 20 سنه النهارده كل يوم للاسف للاسف ليه اسلوب الحياه اتغير جدا الفتره اللي فاتت على قد ما التكنولوجيا اتطورت واحنا بنستفيد من كده في شغلنا في الطب وفي غيره وفي شغل حضراتكم وفي العلم صحيح. وفي الميديا وفي كل حاجه التكنولوجيا ولكن التكنولوجيا للاسف دايما مش هقول للاسف هي دايما م. تطمن يعني بتبقى عايزه تريحنا فبنرتاح قوي بنرتاح على الاخر وما بنتحركش واحنا مش عايزين كده مم. احنا الحقيقه ربنا خلقنا عشان نتحرك تحرك. وعشان نقوم وعشان نخلي بالنا وناكل اكل طبيعي وصحي كل ده اتغير دلوقتي مم. على قد مثلا كنا لسه بنتكلم على الكورونا غيرت حاجات كتير أوي الاونلاين ميتنجز والتعليم اونلاين وي وي والشغل اونلاين كل دلوقتي كده بس للاسف ده بيؤدي ان احنا قاعدين زياده وزياده يعني حاله الخمول وعدم الحركه خطر دي تاثر عليك. خطر جدا لو هنقول ان العامل الاساسي اللي زاد في خلال هذه الفتره البسيطه اللي انا بتكلم عليها من ساعه ما انا ابتديت اشتغل في طب القلب لغايه دلوقتي هو قله الحركه والاسترس الرهيب